بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، لعلكم جميعا بخير. الفيديو الجاي ان شاء الله هكلمكم عن ابخل امرأة في العالم. النهاردة هنكلمكم عن رواية ثلاثية غرناطة للكاتبة رضوى عاشور. عدد صفحاتها 506 صفحة. ثلاثية غرناطة عبارة عن ثلاث اجزاء، الجزء الاول غرناطة، والجزء الثاني مريمة، والجزء الثالث الرحيل. رواية غرناطة بتحكي قصة سقوط الأندلس، تاج حضارتنا العربية والإسلامية التي بقيت شامخة لمدة 8 قرون تنشر العلم والمعرفة، ولكن طبيعة الدنيا أن دوام الحال من المحال. تزول الأندلس كما زالت العديد من الحضارات التي تشتت أمر حكامها وقوي أعدائها. بتبدأ أحداث الرواية مع الأيام الأولى لسقوط كل الولايات الأندلسية، ليأتي الدور على غرناطة، ويدخل الغزو القشتالي أو الإسباني عام 1491 وتسليم المدينة لهم على يد آخر ملوك المسلمين في غرناطة، أبو عبد الله محمد الصغير. وبتحكي تاريخ السقوط عبر شخصياتها المتعددة مختلفة الأجيال، أبو جعفر وزوجته أم جعفر، وأحفادهم حسن وسليمة، ثم أولاد وأحفاد الأحفاد عائشة وعلي. بتنقل لنا من خلالهم مشاهد عمليات التخريب وحرق الكتب والتنصير القسري الجماعي والترحيل والتعذيب وتحريم اللباس العربي وتحريم استخدام اللغة العربية وتحويل المساجد إلى كنائس ومنع الشعائر الإسلامية ومحاكم التفتيش والقتل، لدرجة تشعرك إنك داخل المشاهد من قوة التصوير وحبكة الرواية. كما تصف اللغة الأندلسية والأماكن وتنقل الوقائع التاريخية على شكل حوار، وتبسط التاريخ دون إخلال، وتجعلك لا تكتفي أبداً بما تقرأه، بل تحب أن تحيل الأمر إلى الكثير من المراجع والكتب. اقتباسات من الرواية: الاقتباس الأول، لو صمدنا ستأتينا النجدة. الاقتباس الثاني، تقرأ فيتسع السجن رويدا رويدا ثم تتبدد قضبانه في ضوء شمس تسطع من الكتاب. الاقتباس الثالث، ما الخطأ في أن يتعلق الغريق بلوح خشب أو عود أو قشة؟ ما الجرم في أن يصنع لنفسه قنديلا ملونا لكي يتحمل عتمة ألوانه؟ الاقتباس الرابع، لكل أمر تحت السماوات وقت، للولادة وقت، وللموت وقت، للغرس وقت، ولخلع المغروس وقت. بكده انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى ينال إعجابكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.